في مدينة تريم بحضرموت تنشط جمعية رعاية المكفوفين التي تعمل على تأهيل أعضائها وبناء قدراتهم في مختلف جوانب الحياة. مراسلنا حداد مسيعد زار الجمعية ووافانا بالتقرير التالي. معاق إنني في الجسم لكن سليم العقل أمشي في ثبات. إن يذهب الله من عيني نورهما فإن قلبي بصير ما به ضرر. هذا هو حال لسان المكفوفين في جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين فرع مدينة تريم وادي حضرموت الذي تأسس في العام 2013، حيث يفوق عدد المكفوفين في الجمعية أكثر من 60 كفيفا وكفيفة من مختلف الفئات العمرية. تم تأسيس هذا الفرع وهو جزء يتجزأ من الجمعية اليمنية لرعاية المكفوفين بوادي حضرموت والصحراء. أهم مشروع يقوم به هذا الفرع افتتاح له معمل لتجريد الكتب، والحمد لله أنهم قد أتقنوا هذه الطريقة، وكذلك تم افتتاح معمل الحاسوب الكمبيوتر الناطق. صعوبة الحياة خلقت لهم من الإبداع المتواصل، فيوجد في هذه الجمعية مركزا لتجليد الكتب والمصاحف وكذلك قسم استخدام الكمبيوتر، حيث أن كثير من أعضاء الجمعية يجيدون استخدامه بشكل جيد، وهذا برهان واضح يدل على أن المكفوفين مبصرين وإن فقدوا البصر. هذا الحاسوب أصبح الآن الكفيف ولله الحمد يستخدم الحاسوب بكل سهولة، هو كمبيوتر عادي يعني يضاف له برنامج ناطق، ويعني يستخدم الكمبيوتر بكل طلاقة ولله الحمد في كتابة عبر الوورد، يستخدم النت عبر النت ما شاء الله، نستخدم التواصل الاجتماعي. وبين مغرب وعشاء يجتمع جميع المكفوفين في حلقات متعددة، منها لقراءة القرآن الكريم والأخرى لتعليم القراءة عبر طريقة برايل. كما أن الجمعية مشاركات مختلفة وكثيرة، فمنها مؤخرا المشاركة في فعاليات الملتقى الخليجي العاشر للمكفوفين بسلطنة عمان، والذي كان الممثل الوحيد لليمن هذه الجمعية. وتعتبر جمعية المكفوفين بتريم من المراكز المتميزة على مستوى حضرموت من حيث الإبداعات، فمنهم من يجيد الشعر والإنشاد. كان الوداع لابد من رفع الشراع، كل الأيادي بارتفاع. هؤلاء المكفوفين يعيشون حياة طبيعية مثل المبصرين تماما، لأنهم فقط فقدوا البصر ولم يفقدوا البصيرة. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة تريم، حضرموت.